راح نشوف هالرقم الجائزة ثلاجة ونشوف الأسماء اللي شاركت ويانا وين راح يفوز ويانا الرابح طبعا والخسران اللي راح هو يدخل ويانا أيضا بالقرعة. خلينا نشوف هي ثلاجة اليوم. ثلاجة مثل ما تشوفون قدامكم وإن شاء الله يا رب تكون من حظ منو. خلينا نشوف. خلينا نشوف. بعد بعد يلا نقول بسم الله ونشوف منو صاحب الحظ السعيد او صاحبه الحظ السعيد اللي راح يفوز ويانا بثلاجه كهربائيه مقدمه من شركه وادر الرواشد. دم 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 دم. الله 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 الله. قاسم قال انا ما ربحت وياكم، وقاسم ربح ويانا بالجوله، وقاسم ربح ويانا بثلاجه من واسط. مبروك يا قاسم، مبروك مبروك قاسم، ربحت ويانا ثلاجه مقدمه من شركة وادي الرواشد ونقول لك ألف مبروك قاسم. حلو يا قاسم.